مشاهدينا مشاهداتنا، نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. يراهن المغرب على تكريس موقعه ضمن الوجهات التنافسية في مجال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، تفعيلا لتوجيهات ملكية سابقة ولمخرجات جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس عام 2022. أصدر رئيس الحكومة المغربية منشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وتسعى المملكة إلى لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي والاستفادة من مؤهلاتها الطبيعية وتجربتها في مجال الانتقال الطاقي لإحداث منظومة جديدة للهيدروجين الأخضر تكون بمثابة نقطة التحول للاقتصاد المغربي ومسرع لدينامية الانتقال نحو الطاقات الصديقة للبيئة، وتسمح أيضا باجتذاب المستثمرين في المجال وتلبية حاجيات الصناعة المغربية. للمزيد عن مرتكزات هذه الرؤية وتحدياتها نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور نبيل جدلان، أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة. أهلا بكم أستاذ جدلان. شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم. نرحب أيضا من الدار البيضاء بالدكتور عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني. أهلا بكم دكتور عبد اللطيف كومات. شكرا سيدي محمد على الاستضافة، ورمضان مبارك لجميع المغاربة. لنا ولكم ولجميع المغاربة أيضا. ومن الرباط ينضم إلينا الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي. أستاذ محمد جدري أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذن أستاذ عبد اللطيف كومات، أبدأ معكم. هذا المنشور لرئيس الحكومة المتصل طبعا بعرض المغرب، عرض المغرب طبعا طال انتظاره فيما يتصل بجاهزية المملكة للانطلاق فيما يتعلق بقطاع الهيدروجين الأخضر، ما الذي يمثله؟ هل التركيز على الجانب الاستثماري له دلالة معينة؟ نعم، لأن هذا يدخل في إطار الاستراتيجية التي سنها المغرب منذ 2009، وسير قدما في يعني تمركز الطاقات البديلة يعني كأساس ل يعني إنتاج الطاقة ببلادنا. وكانت هناك مراحل، يعني المغرب اليوم معترف به دوليا بأنه سباق يعني في تطوير الطاقات المتجددة. هذه المرحلة اللي هي مرحلة الهيدروجين الأخضر، والتي يعني تابع صاحب الجلالة مباشرة خلال الاجتماع الذي ترأسه في شهر نوفمبر 2022، وأيضا من خلال توجيهاته في خطاب العرش الأخير، حيث طالب الحكومة بتهيئة يعني خارطة الطريق. هذه الورقة التي يعني تسطر معالم الاستثمار المستقبل في هذا الميدان، وطالب صاحب الجلالة بتسريع هذه الوثيقة، وأيضا يعني العمل على إصدار وثيقة ذات جودة عالية حتى تمكن من استقطاب الاستثمار الدولي وأيضا الاستثمار الوطني في هذا يعني القطاع الاستراتيجي. إذن كما تفضلتم، يعني الهدف هو يعني إعطاء الخطوط العريضة لعرض المغرب من جميع النواحي، من الناحية المالية، من ناحية الوعاء العقاري، من ناحية شروط الاستثمار، من ناحية الشفافية في اختيار الاستثمارات. إذن هناك اليوم ورقة تؤطر العملية الاستثمارية، لأن يجب أن نذكر بأن يعني هذا القطاع هو يحتاج إلى استثمارات كبيرة. طيب. لأن اليوم الآفاق هي واعدة، ولكن يجب أن تكون استثمارات وازنة، لا من النسيج الوطني ولا من النسيج الدولي. شكرا لك أستاذ عبد اللطيف كومات. أستاذ نبيل جدلان، نقول أنه تقريبا بعد 15 سنة من وضع رؤية الطاقات المتجددة في المغرب، الطاقة الشمسية في 2009، إلى الآن هذه المرحلة، هل هي إشارة جاهزية لانتقال آخر في مسار التحول نحو الطاقات المتجددة بالنسبة للمغرب؟ هل هي إشارة جاهزية أيضا للمستثمرين الدوليين الكبار؟ شكرا على الاستضافة، رمضان مبارك سعيد لكم والمشاهدين الأعزاء والضيوف. أنت على حق، لما أثرت مسألة الطاقات المتجددة فأظن أن هذا عنصر نجاح الاستراتيجية الأولى والاستمرار في 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 في, في هذه الاستراتيجية. نذكروا غير بأهمية الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة ونبينوا الدور تاع المغرب، الطاقات المتجددة على مستوى إفريقي، إلى استغلنا بشكل صحيح ومشينا في سيناريو 1.5 درجة الحرارة على المستوى العالمي، غادي في المغرب في إفريقيا نخلقوا 8 مليون تاع منصب شغل إضافية.
أهم رابح من هذا العدد هما شمال إفريقيا. شمال إفريقيا المغرب يتبوأ الصدارة. متى نقول الصدارة نعطيك رقم بسيط على مستوى عدد المناصب الشغل اللي تحققت حتى اليوم 58% هي في المغرب في مجال الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة متبوعة ب 18% مصر، 11% الجزائر. وإذن ملي تنهضروا على أهمية الطاقة المتجددة نذكروا كذلك بالقرارات اللي اتخذت في كوب 28 في الإمارات مؤخرا، الإمارات المتحدة. تم بشكل صريح القول أن قبول النتائج العلمية تقول أننا في الطريق الخطأ، وأن على الدول يعني الحد بنسبة 43% من انبعاثات الحرارية. ولهذا على مستوى الطاقات المتجددة خصنا يعني هذوك لي زيفور المجهودات المجهودة باغي تسريعها، ماشي تسريعها، خاصها تضرب في ثلاثة. فيما يتعلق بالمغرب، في المغرب، المغرب هو من بين دول نعطيك يعني كوب 27 المغرب كان الترتيب ديالو رابع على مستوى العالم في لانديز دو بيرفيكسيون كليماتيك، الاداء المناخي. اذا المغرب هو عنده هو تيلعب واحد الدور مهم. التقارير اللي خرجت تتبوء المغرب بدور جد مهم على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، بحيث انه من بين 6 دول اللي تتخدم في هذا المجال. هذا الشيء ماشي غير مجرد ارقام، ولا تعطيك يعني نظره على المستقبل، على كيفاش المغرب دبر هذا الانتقال الطاقي. طيب اذا ملي تنهضروا على هذه المسائل كامله تنجيو للهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر هو انتقال نوعي فيما يخص الطاقات المتجددة. علاش انتقال نوعي؟ لأن هناك بعض المسائل اللي ما نقدروش، وسائل النقل الكبيرة، الطائرات، بعض يعني الصناعات ما يمكنش نستعملوا فيها الطاقات المتجددة اللي عندنا دابا. ربما يكون هناك انتقال تكنولوجي فيما بعد، ولكن حاليا ما يمكن استعماله هو الهيدروجين كطاقة. لهذا الهيدروجين كطاقة متجددة غيفتح لنا أبواب جديدة لا في المجال إنتاجه. للتدقيق فقط، الهيدروجين الأخضر الذي ينتج بطاقات أنتجت أو تحصرت من وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة، طاقات شمسية أو طاقات ريحية أساسا. هذا هناك أنواع من الهيدروجين حتى ندقق. بالضبط. طيب. وهنا في المغرب تستغل يعني القوة اللي عندنا في هذا المجال، القوة اللي عندنا، احنا عندنا وسائل باش ننتجوا على المستوى، احنا يعني غير الصادرات ديالنا لاوروبا من ناحية الطاقة الكهربائية النظيفة زادت في بين 2020 و2021 ب 700%. تظل قليلة، ولكن انتقال تبين لك ان هناك سرعة، هناك استراتيجية، هناك هدف واضح غادي لك. وهذا يعني اوفر ماروك راه جات في العرض المغرب، راه جا في هذا الصدد، جا لتسريع هذه الوتيره. سنفصل في ذلك استاذ نبيل جلدان، ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. نشارك ايضا معنا الاستاذ محمد جدري، بعدها سندخل في تفاصيل طبعا هذا العرض، عرض المغرب. استاذ محمد جدري ارحب بك من جديد. طبعا لا شك اطلعت على منشور رئيس الحكومه فيما يتصل بعرض المغرب، هذا العرض الذي طبعا هو ياتي وفاء بتوجيهات جلاله الملك فيما يتصل بوضع عرض تنافسي للمغرب في مجال الهيدروجين الأخضر. الشكل الذي أتى به هذا المنشور فيما يتصل بالتدقيق، فيما يتصل بالعقار، فيما يتصل الوعاء العقاري، فيما يتصل بالمستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم، فيما يتصل أيضا بحكامة هذه المنظومة، هل يشي أن هذه الانطلاقة في المغرب ستكون انطلاقة قوية نحو هذا التموقع الدولي الذي يريده المغرب؟ بطبيعة الحال اليوم عندنا واحد مجموعه من الامور الاساسيه اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار في كل ما يتعلق بالطاقات المتجدده وبالهيدروجين الاخضر درجه اساسيه. ملي كنديروا اليوم مثلا العرق من المعاملات اللي باغي نوصلوا ليه مثلا خلال سنه 2030 هو تقريبا واحد 22 مليار ديال الدرهم، ولكن ملي كنديروا على 2050 كنديروا على 330 مليار ديال الدرهم. يعني كندويو بان كل ما ضاع للمملكه المغربيه في كل ما يتعلق بالغاز والبترول يمكن تعويضه مستقبلا ولاحقا عن طريق الطاقات المتجدده. لماذا؟ لان المغرب هو من بين واحد 5 أو 6 دول على المستوى العالمي اللي ما فيهاش واحد مجموعه من الامور ما كتجمعش في بلد واحد.
اليوم عندنا المملكه المغربيه، عندنا هذا الموقع الجغرافي ديالنا اللي قريب من اوروبا، اليوم عندنا واحد كابلات بحريه ما بين المغرب واسبانيا، مستقبلا قريبا غتكون ما بين المغرب والبرتغال، وفي الامد المتوسط تكون ما بين المغرب وبريطانيا. هذه امور اساسيه لوجستيه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. الامر الثاني هو ان الطاقات المتجدده في المملكه المغربيه هي من النوع يعني الاول على المستوى العالمي. ملي كندوي على الطاقه الشمسيه تقريبا عندنا واحد 300 يوم مشمس في المملكه المغربيه. والامر الثاني هو ان سرعه الرياح عندنا ما بين 60 و80% اللي هي مطلوبه عالميا باش نشوف طاقات متجدده ونخرجوا منها الهيدروجين وجه الاخضر فيما بعد. الامر الثالث اللي هو اساسي هو ان المغرب من بين البلدان القليله على المستوى العالمي اللي ممكن تكون عندنا محطات فيها الطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه في ان واحد، وهذا هو اللي غتقوم به شركه اكس لانكس اللي غتزود واحد 7 مليون الاسر بريطانيه. غتكون عندنا حقول في ان ذاتي فيها طاقه شمسيه وفيها طاقه ريحيه، وبالتالي الانتاجيه ديال الطاقه غتكون مرتفعه جدا. الامر اللي كان يشكل عائق بالنسبه للمملكه المغربيه هو مساله التكلفه. التكلفه خلال السنوات الماضيه كانت تكلفه مرتفعه، وهذا هو اللي خلى ان ما يمكنش تكون الطاقه المتجدده تكون يعني تنافسيه مقارنه مع الطاقه الاحفوريه. ولكن مع هذا البحث العلمي ومع الامور اللي كاينه خلال السنوات الماضيه، اليوم بينا في يعني كنقلصوا من تكلفة الإنتاج الطاقة المتجددة بدرجة أساسية. كنظن بأن اليوم المملكة المغربية غدا في الاتجاه هذا. هذه أمور مهمة يمكن أن تستجيب للطلب المحلي، لأن مثلا اليوم على سبيل المثال المغرب لا يمكنه أن يتحمل فاتورة طاقية من حجم 15 مليار دولار اللي كانت خلال سنة 2022. اليوم اللي كنشوفوا مثلا المجمع الشريف للفوسفات اللي غادي في كل ما يتعلق بالامونياك الاخضر، ملي كنشوفوا يعني عندنا مجموعه من الامور في الاتجاه ديال الطاقات ديالنا، هذه امور غتخلينا اننا نقلصوا من الطاقه الاحفوريه اللي كنجيبوها طيب من الخارج، واللي كتكلفنا واحد مجموعه من الاموال. ولكن هذه امور المغرب غادي فيها. ولكن الامر اللي هو اساسي واللي عند المملكه المغربيه واللي ما عندش مجموعه من الدول هو كل ما يتعلق بالعقار، لان مثلا اليوم بريطانيا او مثلا ايرلندا هي تنافس المملكه المغربيه في الطاقات المتجدده وفي الهيدروجين الاخضر، ولكن ما عندهاش العقار الكافي. اليوم كنتكلموا على مليون هكتار اللي غتوفروا المملكه المغربيه في جزء من اول واحد 300,000 هكتار، ثم وصلوا لمليون هكتار خلال السنوات المقبله. هذه كلها امور اليوم فقط نذكر برقم مهم جدا، هو ان من درنا طلب ديال ابداء الاهتمام لواحد مجموعه من المستثمرين المغاربه والاجانب، توصلنا باكثر من 100 طلب من المستثمرين المغاربه والاجانب، وهذا كيبين بان الطلب على الهيدروجين الاخضر وعلى الطاقات المتجدده في المملكه المغربيه هو طلب عالمي اليوم. طيب، ان يعاون المملكه المغربيه وسط الاهداف ديالها في سنه 2050. شكرا لك استاذ محمد جدري. استاذ عبد اللطيف كومات، حينما نتامل في التوجهات الأساسية في عرض المغرب كما ورد في منشور رئيس الحكومة، طبعا نستحضر أيضا المسار الطويل الذي قطعته الطاقات المتجددة في المغرب. بعض المحللين يقولون لولا رؤية جلالة الملك فيما يتصل بهذه هذا التوجه الطاقي الصديق للبيئة في 2009 لم يكن المغرب ليحلم اليوم أن يكون له طموح للتموقع في السوق الدولية للهيدروجين الأخضر. هذا العرض اليوم أين تجد مرتكزاته القوية؟ وهو عرض مندمج، هو عرض مندمج لأن فيه جميع ما ينقص العملية الاستثمارية وما يمكن أن يؤثر إيجابيا على قبول يعني وقدوم المشاريع الاستثمارية يعني الدولية وأيضا الوطنية، بحيث هناك جميع الركائز التي يلزمها مثل هذا الاستثمار. أولا هناك يعني تخطيط عام للرؤية والاستراتيجية، بحيث اليوم هناك أهداف وهناك رؤية، بحيث أن المستثمر عندما يلج عملية استثمارية يجب أن تكون له مرتكزات يعني من ناحية استراتيجية ومن ناحية الأهداف في المناخ الذي يستثمر فيه. واليوم المغرب معروف على الصعيد الدولي بأن هناك استراتيجية وهناك أهداف وهناك رؤية كما تفضلتم برئاسة صاحب الجلالة، بحيث أن يعني هذا المشروع هو مشروع له عدة سنوات وينبثق أيضا في المستقبل إلى حدود 2050. إذن هذا هو الأول. من ناحية يعني اللوجستيكية والتهيئية، هناك اليوم يعني مناخ استثماري مناسب، حيث من الوعاء العقاري كما تفضل الإخوان، اليوم المغرب يسخر
يعني أكثر من 1,000,000 هكتار التي هي اليوم يعني في طور الإعداد، وهناك 300,000 التي هي معدة لهذا الاستثمار حسب حجم يعني العملية الاستثمارية التي يمكن تتراوح ما بين 10,000 حتى 30,000 هكتار بالنسبة للعملية الاستثمارية. أيضا هناك حوافز، يعني بحيث كنعرفوا بأن المغرب اليوم هناك الميثاق الاستثمار اللي يعني كيعطي حتى 30% من الحوافز للاستثمارات حسب يعني خصوصا بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية وبالنسبة للمناطق التي تحتاج إلى دعم استثماري. ويعني المناطق اليوم التي هي يعني مسخرة لهذه الاستثمارات هي يعني تلبي جميع هذه الحاجيات، بحيث توجد في جهات مثلا في جهة قلميم في الجهات الجنوبية التي هي لها حوافز كبرى لتشجيع الاستثمارات. وأيضا القطاع هو قطاع استراتيجي بحيث يحظى أيضا بالحوافز مسخرة للقطاعات الاستراتيجية. إذن طيب. هناك يعني حمولة متكاملة من الحوافز ومن التهيئة حتى يمكن أن يلج الاستثمار بمرونة، وهذا لاحظناه بحيث اليوم كان إقبال من ناحية نوايا الاستثمارية، كان عدد من الشركات الدولية والوطنية التي يعني رغبت في الدخول في هذه العمليات الاستثمارية. شكرا لكم أستاذ عبد اللطيف كومات. أستاذ نبيل جدلان، إذا تتبعت طبعا بعض التجارب الدولية كانت هناك مقاربات تعتمد على مشروع بمشروع فيما يتصل حتى بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشروع بمشروع. حينما تتأمل في عرض المغرب الذي يقدمه اليوم، تقدمه المملكة للعالم، تجد أن هناك تركيز على مسألة منظومة الإنتاج، أن تكون هناك منظومة متكاملة للإنتاج، وأن تكون هناك سلسلة للقيمة، سلسلة قيمة خاصة بالهيدروجين الأخضر. ماذا يعني ذلك؟ أولا سأضيف بعض المعلومات للجواب بهذا السؤال، السؤال اللي قبل، يعني لا أريد أن أبتعد عن هذا السؤال. لا غير جعله عنصر الثقة، عنصر الثقة مهم، عنصر الثقة في مجال الطاقات المتجددة هو أهم. علاش؟ لأن هناك ما يسمى بالتبييض الأخضر، البلونشيمون فير، التبييض الأخضر. التبييض الأخضر هو عندك عدة دول تعلن لك على مشاريع لإنتاج الطاقة الخضراء، الطاقة النظيفة، الطاقة. الدول كلها عندها استراتيجية وعندها، ولكن تبقى حبر على ورق. المغرب من بين الدول القلائل اللي سبق يعني الأوراق، بحيث أن إحنا الآن بين الدول اللي ممكن نوصلوا في استراتيجية ديالنا، لأن المعايير تاع 1.5 درجة حرارة فيما نقوم به، هذا راه مهم جدا، لأن الثقة، والثقة من جات؟ الثقة جات من سياسة رشيدة لصاحب جلالة، لأن أي مشروع ملكي يحظى بالثقة العالمية، وهادشي علاش عندك المستثمرين يثقون حتى قبل ما يجي العرض. هم يريدون الدخول لأن من قبل شافوا أن البرامج اللي كانت من قبل تعلنها هي ناجحة، الوتيرة باش غادي ناجحة، وحتى في هذا المشروع هناك الواقعية. معنى الواقعية، أضيف المقالة زميلي العزيز أستاذ كومات، هو أن هناك استراتيجية واضحة فيها من سنربحه وما سيربحه الآخرين بوضوح، فيها كذلك تدرج، وهذا مهم. يعني علاش ما مشيناش مباشره للمليون وقال لك 300,000 ومن بعد؟ لان احنا بالنسبه للتكنولوجيا هناك واحد التطور سريع، الا مشينا بدينا نعيد في مناطق صناعيه مخصصه بالهيدروجين الاخضر، ربما بعد سنوات يتبين لنا اننا كنا هناك ظهور تقنيه جديده وتكنولوجيا جديده. لهذا قالوا عندنا واحد لجنه وطنيه، واللجنه هنا تتربط بين مشروع الهيدروجين الاخضر ومشروع ميثاق الاستثمار، راه نفس الاعضاء من غير مازين، نفس الاعضاء اللي كاينين. يعني ملي غتاخذ انت في هذه اللجنه قرار ان هذا المشروع مقبول باش يكون استراتيجي، وغيمشي الملف اللجنه باش تقبلوا اللجنه المكلفه بالميثاق الاستثمار، نفس الاعضاء اذا غيقبلوه. في نفس الوقت عطاو يعني المستثمرين لا فيزيبيليتي، عطاوهم يعني منظوريه، يعني غتوقع الان وغنعطيوك وقت لاعداد وغنراقبوا معاك وغنوقعوا، ولا كان مشكل يعني من تشوف عرض المغرب تلقى فيه واخد بعين الاعتبار هذه النقاط كامله. هذا العرض هل يفي
بهدف أنه تكون عندك منظومة إنتاج متكاملة وسلسلة قيمة. بالضبط بالضبط، لأنه هو 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 ما جاش قال لك الهيدروجين الأخضر للتصدير فقط، لا، الهيدروجين الأخضر للإدماج الأفقي والعمودي. الأفقي يعني البنية التحتية التي سيستعملها جميع المتدخلين، غتكلف بها الدولة في إطار اتفاقيات مع القطاع الخاص ولا في إطار مساهمة. العمودي يعني كل ما يخص استهلاك هذه الطاقة لإنتاج عناصر أخرى ولتصديرها. وهنا في كل جهة غناخذوا بعين الاعتبار اندماج على المستوى الجهوي، اندماج. إذا هي منظومة متكاملة. طيب. في هذه النقطة يعني الهدف هو خلق واحد يعني لا شين دي فالور، سلسلة القيمة، ماشي مجرد يعني غندعم واحد المادة اللي غنصدروا، لا لا لا، استعمال وطني، استعمال على مستوى المناطق الجهوية والتصدير. طيب. استعمال كطاقة واستعمال كمادة متحولة اللي تدخل في التصنيع. إذا هنا خدينا بعين الاعتبار يعني جميع الجوانب لخلق قطاع. هنا ماشي هنا احنا ماشي احنا في واحد المسألة اللي هي هيكلية بالنسبة للاقتصاد المغربي. احنا كما قالوا الأساتذة احنا مرتبطين بين يعني نقاط الضعف ديالنا هي ارتباطنا باستيراد البترول. إذا نجحنا في هذه الاستراتيجية وحنا الآن وضعنا استراتيجية اللي غتنجحنا، الدليل هو أن مستثمرين جاوا تيقول لك أنا مستعد ندفع الفلوس. شكرا. إذا هاد النقطة راه احنا ماشي في قرار عادي ولا، هذا نقطة تحول اقتصادي. وهنا أريد أن أنطلق من هذا النقطة للأستاذ محمد جدري. أستاذ محمد جدري، الحكومة المغرب في الواقع يطمح إلى أنه يشكل الدخول في لنقل صناعة أو إنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادا على ما يزخر به من مؤهلات طبيعية من بنية تحتية في مجال الطاقات المتجددة التي ستساعد طبعا أساسا في إنتاج هذا الهيدروجين ليكون أخضر بالفعل. يطمح المغرب من ذلك أن تكون نقطة تحول في اقتصاده، في أي اتجاه نقطة تحول هذا؟ بطبيعة الحال لأن نقطة تحول هي عند مجموعة من المداخل اللي هي أساسية. اولا هو اننا نريد تقليص الفاتوره الطاقيه ديالنا، لان ملي غنوليو كنصنعوا الكهرباء يعني من الطاقه الريحيه والطاقه الشمسيه، من كذلك محطات ديال تحليه مياه البحر، غتكون عندنا واحد السياده طاقيه على المستوى المحلي. هذا الامر هذا غيخليك ان عندك واحد السياده اقتصاديه. كذلك الامر بالنسبه لمجمع الشاي فوسفات اللي كيستورد يعني المستورد الاول على المستوى العالمي للامونياك، ملي غيولي كيستوردو كيصنعو على المستوى المحلي انطلاقا من يعني هذا الهيدروجين الأخضر. هذا أمر اللي هو مهم جدا. ولكن الأمر الثاني اللي ما خاصش نسوه وما خاصش نغطيه الشمس الغربال هو أن الشريك الأول ديالنا هو الشريك الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة سوف يطبق ضريبة الكربون، وبالتالي أي صناعة أي فلاحة أي إنتاج عندك على المستوى المحلي تصدره على المستوى الأوروبي خاصه يكون تنافسي. باش أنه يكون تنافسي ما خاصوش يخلص ضريبة الكربون، وبالتالي باش أننا ما نخلصوش ضريبة الكربون خاص صناعات ديالنا. هذا هو اللي خلانا اليوم ما عندنا مثلا في كل ما يتعلق بصناعة السيارات عندنا اليوم خطي إنتاج، خط إنتاج السيارات العادية وخط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية كل ما يتعلق بالبطاريات. وهذه أمور لأن غدا وبعد غدا أوروبا غتقول لك بأنك إذا أردت أن تسد السيارات ديالك إلى أوروبا خاص تخلص الضريبة على الكربون، ولا خلصت الضريبة على الكربون غيولي عندنا مشكل. بل أكثر من ذلك أن هناك دول أوروبية اليوم أخذت يعني التزامات على عاتقها، مثلا على سبيل المثال الدنمارك منذ يعني ابتداء سنة 2025 سيمنع يعني استعمال السيارات ديال الغازول أو البنزين، بريطانيا عندها سنة 2030. وبالتالي اليوم ما يمكنلكش أنك أنت هذا الربح اللي ربحتيه كبير فيما يتعلق بصناعه السيارات انك تضيعه لان ما عندكش واحد الطاقات متجدده. هذا هو اللي خلانا اننا اليوم نتجه في اتجاه الامر الثاني هو كل ما يتعلق بالمواد الغذائيه والمواد الفلاحيه اللي كتصدروها نحو الخارج. غدا وبعد غدا اوروبا غتقول لك بان المواد الفلاحيه المصنعه من غاز البوتان او من الغازوال او لمستعمل الطاقات الاحفوريه لا يمكن قبولها على المستوى التراب الاوروبي. وبالتالي كذلك هذا التحول ديالنا على المستوى المحلي، لان اليوم احنا باغيين نديروا الهيدروجين الاخضر. وهذه البصمه الكربونيه ايضا تشمل ايضا القطاع الصناعي صلة بشريكنا الاتحاد الأوروبي.
تماما القطاع الصناعي كذلك. وبالتالي اليوم احنا بغينا نجاوبوا على واحد الطلب اللي هو محلي، لان عندنا اكراهات ماليه متعلقه بفتوات الطاقيه، وعندنا اكراهات تعاقديه مع الشركاء ديالنا الاقتصاديين. والامر الثاني هو اننا بغينا، لان اليوم لو بوتونسييل اللي عند المملكه المغربيه هو انها تكون عندها 4% من حصه السوق العالميه. ملي كندويو على 4% يعني تقريبا واحد الحجم ديال 330 مليار ديال الدرهم. كنظن بان الى وصلنا لهذا المستوى ديال 330 مليار درهم في افق سنه 2050، يمكن لمجموعه من المغاربه انهم يعيشوا واحد الحياه اللي هي افضل من المستوى الحالي. بالاضافه ان عندنا واحد مجموعه من الامور اللي ما خاصناش ننساوها، هو ان اليوم الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر ما عندهاش واحد المنافس، لان مثلا كندويو على المنافسه ديال المحطات النوويه، ولكن المحطات النوويه عندها جوج المخاطر اللي هي اساسيه. اولا هو انها عندها مخاطر انسانيه، لان اي خطا ممكن يكلف يعني ارواح ديال البشر. والامر الثاني هو انها استثمارات بعيده المدى، لان المحطات النوويه يخصك واحد 10 سنوات 12 سنه باش تصوب واحد المحطه نوويه. بل اكثر من ذلك ان مجموعه من الدول الاوروبيه اليوم هي يعني تخرج من القطاع النووي باش انها تمشي في الطاقات المتجدده، وبالتالي هذيك تخلي اليوم ان المغرب اليوم عنده واحد الرهانات على المستوى المحلي، ولكن رهانات اخرى على المستوى الدولي، باش انك كما قلت قبيله انه يربح ما ضاع لنا اللي ما كانش عندنا في الطاقات الاحفوريه، يمكنه ان نعوضها بطاقات مجدده، لان المغرب اليوم ما بين 6 دول على المستوى العالمي. شكرا لك استاذ محمد جدري. استاذ عبد اللطيف كومات، عطفا على حديث ضيفنا من الرباط عن مؤهلات المملكه فيما يتصل بالطاقات المتجدده 400 جيجاوات، وطبعا هناك مؤهلات مرتبطة بالهيدروجين الأخضر، ولكن بعض المحللين أيضا يشيرون إلى نقطة عوامل الكلفة التي يتميز بها المغرب، والكلفة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب هو أيضا عنصر من عناصر التنافسية التي يقوم عليها عرض المغرب. في حديث سابق لوزيرة الطاقة المغربية ليلى بن علي نهاية السنة المنصرمة، لا أدري كيف تطورت المعطيات، ولكن تحدثت عن تلقيها طبعا عروض فيما يتصل بإنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة 1.8 دولار للكيلوغرام، وهذا طبعا يشكل لربما مستوى أعلى من التنافسية بعد 5 دولار التي كانت معروفة عالميا. كيف تنظر إلى هذا الجانب أنت؟ هو هذا الجانب في الحقيقة في صالح المغرب، لأن اليوم التكنولوجيا تتطور، وهذا عشناه في ميدان تحلية المياه، بحيث أيضا في تحلية المياه كانت الكلفة عالية، ولكن مع الوقت ومع ظهور تكنولوجيات جديدة الكلفة تنخفض. إذن هو مشروع بالنسبة للمغرب على المدى المتوسط والطويل، بحيث أن الهدف اليوم هو الحد من التبعية الطاقية. اليوم المغرب عنده 88% التبعية الطاقية، الهدف هو أننا نمر ل 32% في غضون 2040 وإلى 17% في غضون 2050. إذن هناك يعني وقت، هناك أهداف مسطرة، وهناك العامل التطور التكنولوجي الذي يسير نحو انخفاض الكلفة، بحيث أن الكلفة كانت مرتفعة في السنوات الفارطة، لاحظنا انخفاض يعني في السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن يكون انخفاض في المستقبل. هذا يعني لا يجب يعني أن ينقص من هذا يعني الإقدام للمغرب على تطور هذا القطاع، لأنه لو أن الكلفة يمكن أن تظهر للبعض بأنها مرتفعة بالنسبة للكلفة العادية بالنسبة للطاقة الحفرية، ولكن يجب أن نبني المستقبل، لأن هذا قطاع المستقبل. حتى الكلفة مع الوقت لا يعني لا تزين كثيرا بالنسبة للأهداف المستقبلية. إذا تكلمنا مثلا على القطاعات الصناعية في المستقبل، تكلمنا على السيارات مثلا، هناك اليوم برنامج في الاتحاد الأوروبي من الحد باستعمال يعني الطاقات الكلاسيكية في غضون 2040-2050، بحيث أن الاقتصار سيكون على يعني السيارات التي تستعمل الطاقات المتجددة. إذن يجب أن ندخل يعني هذه العوامل في يعني الميدان المالي في الكلفة، بحيث يعني اليوم نبني المستقبل.
ومن المنتظر يعني ان تكلفة ان تعرف انخفاض في السنوات المقبلة. وايضا المغرب اليوم له اقدام على البحث العلمي في هذه الميادين، بحيث اليوم لاحظنا بان عدة جامعات، عدة مراكز بحث يعني تشتغل على تطوير يعني الميادين التكنولوجية المستعملة في الصناعات وفي توليد الطاقة. أنا في نظري يعني مشكل الكلفة هو من ناحية الاقتصادية يعني يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، لأن هو الذي يعني يمكننا من عرض يعني يمكن أن يتناول يعني بليون في السوق الدولي، ولكن الوقت لصالحنا لأن كما طيب. قلت هذا مشروع على المدى المتوسط والطويل. شكرا لكم أستاذ أبو لطيف كومات. أستاذ نبيل جدلان، طبعا حينما نتحدث عن هذا العرض هناك عناصر متعددة في تقييم التنافسية مرتبطة طبعا بالبنية التحتية، بما نعده على مستوى الحكامة، وهناك أشياء مرتبطة بالمؤهلات الطبيعية للمملكة والتي يقول البعض أنها تتكامل مع ما أنجز لحد الآن من أجل الدفع بمشروع الهيدروجين الأخضر ليكون من ضمن الأكثر تنافسية في العالم. لكن هل يكفي التعويل على المؤهلات الطبيعية؟ شريط ساحلي 3500 كيلومتر، طاقات يعني موارد طبيعية فيما يتصل بتوليد الطاقة من الشمس، من الرياح، من التيارات البحرية وأشياء من هذا القبيل، هل يكفي التعويل على ذلك؟ لا، هو بالفعل هناك رهانات وهناك مخاطر وهناك تحديات تخص في الدرجة الأولى المجال العلمي، يعني البحث العلمي. تحدث ضيفنا عن البحث العلمي وذلك يثير في الواقع أسئلة بخصوص المختبرات الموجودة لدينا، الجامعات ودور البحث العلمي في قيادة أيضا هذا التحول. ملي تنتكلموا على البحث العلمي وتنتكلموا على القطاع الصناعي وتنتكلموا على يعني لي كومبيتونس الكفاءات اللي عندنا، يعني في هذا المجال هناك تحديات، يعني غير واش المغرب ما واخدش بعين الاعتبار التحديات، راه كاين مجهودات تتقام. كاين الخطر، حنا تنتكلموا على المستقبل، والمستقبل ديما تيكون مرتبط بالخطر، تنراهنوا على بعض المسائل. هذا غير هنا كاين مجهودات خصوصا المشاريع اللي تيكون متبعها صاحب جلاله بصفه خاصه، يعني تدار المسائل على الناس صحيح، والمجهودات تيكونوا تكييف المجهودات في اي لحظه تظهر هناك خلل تنعاودوا نكيفوا المجهودات. يعني والمغرب تبين انه في هذا يعني اداره المشاريع واداره البرامج واداره عنده واحد القدره. ما نساوش في هذه النقطه هذه، راه مشاريع كهذه مجرد الاعلان عنها ولكن تكون عندك مصداقيه وتكون عندك ثقه، تجيب لك استثمارات، تجيب لك فلوس، تجيب لك خبرات. يعني هاد التحديات اللي تنهضروا عليها راه المشاريع هي نفسها تجلب لك هاد الخبرات، تجلب لك هاد التقنيات، لان ملي تيجوك يعني شركات متعدده التخصصات باش يستثمروا في اطار اتفاقيه بين الدوله بين هاد، راه كاين هناك يعني استيراد تكنولوجيا، وكاين في الاتفاقيات يتم التوقيع ليكسترناليزاسيون يعني هذا توطين هذه التكنولوجيات وتوفيرها لبعض المقاولات الصغرى والصغرى جدا. اذا هذه المسائل مخوضه بعين الاعتبار، زائد ان كاين مجهودات في المجال الصناعي، وحنا شفنا زعما على المستوى لا التعليم العالي ولا التعليم التقني ولا التعليم المهني، كلهم عندنا دابا مؤسسة خاصة بالطاقات المتجددة اللي عندها عدة مؤسسات على المستوى الوطني واللي تتلعب دور. ما نساوش واحد النقطة مهمة، هذا العام أنا ترجع بزاف للكوب 28 لأنه مهم، لأنه تم إحداث واحد الصندوق للتعويض عن الأضرار، وحنا من الدول اللي ممكن نستافدوا، ولكن باش نستافدوا خاصنا نقدموا بحال هذه المشاريع، خاصنا نقدموا مشاريع اللي هي عندها مصداقيه، خاصنا نقدموا مشاريع اللي غتجلب لنا ماشي غير التمويل. تنهضروا على الكلفه، راه هناك مشاريع سيتم تمويلها على من المستوى الدولي يعني على شكل اعانات، وعلى هذا هو القرار الاخير تاع اللي تخدع على مستوى كوب 28، احداث صندوق للتعويض عن الاضرار الناتجه عنه. احنا نهضر على شمال افريقيا، تنتجوا واحد يعني التلويد ديالنا ما تيفوتش نسبه 1 بين 1 و1.5% على المستوى، ولكن حنا يعني الاخطار اللي تنتعرضوا لها هي اخطار كبيره. اذا حنا من الدول اللي تنستحقوا هذه الاعانات، كاينه هذه النقطه مهمه. ما نساوش نقطه اخرى،
عندنا جيران اللي تيتوفروا تما على مؤهلات على مؤهلات. وفي هذا الاطار كما درنا في الانبوب الغازي من نيجيريا اوروبا المغرب اوروبا اللي غتم يعني تصدير بالغاز النيجيري والدول الافريقيه لاوروبا، نفس الشيء نقوموا به على مستوى الهيدروجين الاخضر. عندنا مالي، عندنا دول اللي تتوفر على تحت الارض على مؤهلات. وحنا في هذا المشروع تم اعداد اللجنه اللي غتخدم على ربط الاتصال يعني قنوات سميناه هيدروجين ودوك، يعني ربط قنوات لتصدير الغاز لاوروبا في هذا الانابيب على شكل انابيب الغاز، نديروها انابيب خاصه بالهيدروجين الاخضر. هناك ايضا شبكه موجوده لحد الان، شبكه وغربطوها يمكن تكييفها ايضا، الربط بالقاره طيب. الاوروبيه اللي مهم غنديروا على مستوى اخذ القرار على مستوى الميناء ديالنا. عندنا موانئ اللي سيتم تجهيزها بالمعدات للتصدير. اذا ملي تقوم بهذه الاعمال وتتجلب يعني الشركات المتعددات، راه في نفس الوقت تجلب التكنولوجيا، تجلب الخبرات، تجلب. اذا هاد الرهانات كاينين، تحديات معقولين وخاصنا ناخذهم بعين الاعتبار، وهما ماشي بسهل، والا ما كناش غنكونوا من خمس دول اللي عندنا مستقبل في هذا المجال. شكرا جزيلا لك استاذ نبيل جدلان. استاذ محمد جدري، حينما نتحدث عن ايجاد منظومه انتاج للهيدروجين الاخضر تتكامل بشكل تلقائي طبعا مع البنيات الموجوده للطاقات المتجدده الريحيه والشمسيه وغيرها، نتحدث ايضا عن بنيات تحتيه مرتبطه بالتصدير، مرتبطه بالحركيه، حركيه هذه الطاقه التي ستنتج. هل سيغير ذلك شيئا في منظور تطوير البنيات التحتية في المغرب على مستوى تطوير الأنابيب كما ذكر ذلك ضيفنا هنا، أو إعادة تكييفها بالنسبة للأنابيب الموجودة، فيما يتصل أيضا بإمداد النسيج الصناعي المحلي وأيضا مسألة التصدير نحو أوروبا؟ صحيح، هذه أمور مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار، ولكن الأفونتاج اللي عند المغرب يعني الامتياز اللي عند المملكة المغربية هو أن هذه الأمور متعلقة بالطاقات المتجددة، بديناها هذه 15 سنة ماضية، وبالتالي اليوم عندنا واحد المؤهلات. تخلينا نبداو مثلا اليوم ملي كندوي على سبيل المثال قطار فائق السرعة اللي عندنا في المملكة المغربية اليوم كيستافد من الطاقات النظيفة، يتم يعني استغلاله بطاقات نظيفة. اليوم عندنا واحد يعني خط انبوب الغاز اللي كاين ما بين المغرب واسبانيا اللي تم استعماله في الجانبين، عندنا واحد كابل بحري ما بين المغرب واسبانيا اللي كنزودوا به الكهرباء نحو اسبانيا، وكنزودوا المملكه المغربيه من الكهرباء من اسبانيا. عندنا كابل بحري غيكون قريبا ما بين يعني المغرب والبرتغال، هذه امور اللي هي مهمه. كنظن بان التحديث ديال البنيه التحتيه ديالنا هي امور مهمه جدا، ولكن اليوم عندنا واحد المنظومه اللي هي متكامله، لان اليوم عندنا الطاقه الريحيه، الطاقه الشمسيه، هذاك السبق الزمني اللي ربحناه في محطه نور الاولى ونور الثانيه وقريب محطه ديال ميدلت، غتخلينا اننا نكون سباقين مع مقارنه مع جيراننا الاساسيين. واخا ان في افريقيا من ينافسنا هي مصر وجنوب افريقيا، وماشي الجزائر وماشي ليبيا وماشي تونس. وبالتالي اليوم هذه امور اللي كنظن بان غنمشيو فيها، التحديد البنيه التحتيه ديالنا ضروري ان غادي نمشيو فيه اليوم، حتى ان هاد محطات تحليه مياه البحر ديالنا غتكون عندنا باقل تكلفه من غنستعمل الهيدروجين الاخضر، لان ملي كنستعملوا الطاقات الاحفوريه الكهربائيه كتطلع التكلفه باكثر يعني تكلفه، في حين ان ملي كنستعملوا الهيدروجين الاخضر ملي كنستعملوا يعني الطاقات المتجدده كتكون التكلفه باقل، خصوصا المغرب هو مقبل على ان يوصل واحد 16 محطه خلال سنه 2026 او 2027. بل اكثر من ذلك اليوم اللي هو اساسي هو ان كبريات الشركات الدولية اليوم عندها زبناء يتنافسون فيما بينهم. مثلا ملي كنديو على سبيل المثال ملي كنديو على شركه اكس لانكس، كان عندها يعني اتفاق مع الحكومه البريطانيه من اجل تزويد 7 ملايين ديال الاسر البريطانيه انطلاقا من جنوب المملكه المغربيه. اليوم كنشوفوا بان المانيا تدخل على الخط من اجل الاستفاده من نفس الاستثمار لشركه اكس لانكس في المملكه المغربيه، وهذا خلاها اما انها توسع الاستثمارات ديالها باش تجاوب على الطلب ديال المانيا او بريطانيا، او ان المانيا تقلب على واحد شركه اخرى لتعاونها في المملكه المغربيه. وبالتالي اليوم الرهان اللي كنظن بان خصنا نمشيو فيه هو اننا خصنا نوفروا الاموال الاساسيه، لان على الاقل من نهايه سنه 2030 غتخصنا واحد 9 مليار ديال الدولار، هذا رقم اللي هو مهم جدا اللي خصنا نوفروها باش اننا نمشيو بالاستثمارات
ديالنا، ولكن اللي هو اساسي هو ان المملكه المغربيه الى وسط الطريق ديالها في الاتجاهات هذه يمكننا ان نحقق مجموعه من الارقام اللي هي اساسيه، واحد 4% من حجم المعاملات على المستوى العالمي، تكون عندنا واحد 330 مليار ديال الدرهم كرقم ديال المعاملات، ونخلق واحد مجموعه من فرص الشغل على الاقل واحد 27 الف منصب شغل بطريقه مباشره، بالاضافه ان لا العجز التجاري ديالنا غادي يتقلص ولا حتى المؤشرات التنميه ديالنا غتكبر، وبالتالي هذه امور تنصب في اطار تنزيل رؤيه المملكه المغربيه اللي هي مضاعفه الناتج الداخلي الخام. وحنا كنقولوا دائما ما يمكنش للمغرب ان يحقق الرؤيه ديالو الا عن طريق التحكم في اشكاليتين اساسيتين، اشكاليه ديال الماء واشكاليه ديال الطاقه، وكنظن بان لا اشكاليه الماء ولا اشكاليه الطاقه تمر مرورا عبر الطاقات المتجدده وعبر الهيدروجين الاخضر بحاجه خاصه. شكرا لك استاذ محمد جدري. استاذ عبد اللطيف كومات، طبعا المغرب يقدم عرض الهيدروجين الأخضر في هذه المرحلة التي يخوض فيها طبعا تسريعا أيضا للمشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة للوفاء بالتزامات 52% من الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي المغربي بحلول 2030. هذا التسريع طبعا يروم أيضا استدراك الزمن فيما يتصل أيضا باستحقاقات 2020 ومسألة 42% و40%. ما تحديات باستحضار التجربة السابقة أيضا، ما التحديات التي يفرضها مسألة الحكامة ومسألة الاختيارات التكنولوجية في هذا الباب؟ نعم، كما تفضلتم يعني المغرب اليوم يعني له تجربة، وفي الحقيقة يعني التجارب هي مهمة، لأن اليوم لنا 15 سنة من التجربة في هذا الميدان، لنا هناك يعني دروس نستقيها من هذه التجربة على مستوى الاختيارات التكنولوجية وعلى يعني المسائل التدبيرية، وهذا يؤهل المغرب أن يسير بسرعة في السنوات المقبلة، لأن اليوم لنا يعني موارد يعني بشرية، لنا كفاءات، لنا رؤية، كل هذا يمكننا أن نستقيه كتجربة لبناء مستقبل أحسن. اليوم يعني ما هو مؤكد هو أن هذا اختيار استراتيجي له أهداف كبرى، لا من ناحية الاقتصادية لا من ناحية الاجتماعية، بأن هناك من المنتظر خلق عدد كبير من مناصب الشغل، وأيضا بالنسبة لمكانة المغرب على الصعيد الدولي، بحيث أن اليوم مكانة الدول نستقيها من التزامهم بالمبادئ الطاقات النظيفة وهذا الانتقال. والمغرب اليوم يعني يسطر من البلدان التي تتقدم بحوتة يعني متركزة على يعني بلوغ هذه الأهداف. إذن كل هذا يمكن ننظر لهذا التوجه كتوجه استراتيجي، توجه لبناء مغرب الغد، ويعني المغرب اليوم له يعني من جميع مكونات هذا التوجه، لا من ناحية يعني الموقع الجغرافي، لا من ناحية الموارد الطاقية النظيفة، لا من الكفاءات البشرية، وهناك أيضا اليوم الثقة مع المستثمرين الدوليين. لاحظنا اليوم هناك إقبال من بعض الدول الأوروبية كبريطانيا كإسبانيا كألمانيا كفرنسا، أيضا هناك نسيج يتطور مع الدول الإفريقية بحيث اليوم يعني التوجه الأتلانتيكي، هناك أنبوب الغاز مع نيجيريا المغرب، بحيث هناك يعني اليوم منظور متكامل الذي يجب هو أن نؤمن بهذا التوجه ونعمل جميعا لسير قدما في هذا الإطار. شكرا لك أستاذ عبد اللطيف كومات. أستاذ نبيل جدلان، المغرب في الواقع لم يكن يتموقع في سوق الطاقة الدولي لأنه لم تكن لديه ولا يصدر الغاز، لا يصدر البترول، لكن الآن باستحضار طبعا هذه التجربة وهذا التراكم وهذا الطموح أيضا فيما يتصل بالهيدروجين الأخضر، كيف يتبلور موقع المغرب في سوق الطاقة الدولية في هذه المرحلة؟ احنا نعرفوا كلنا يعني الدور اللي تتلعبوا الدول اللي تتحكم في الطاقه، لوبيب الان لوبيب بلس عندها واحد الدور كبير وتتحكم في يعني في نسبه التضخم، في نسبه يعني النمو الاقتصادي، لان تتحكموا في. اذا المغرب شنو هي قوه المغرب اللي كانت من قبل في الاقتصاد على المستوى الدولي؟ هو الفوسفات،
ونقطة ضعف الفوسفات كانت هي الأمونياك. إذن ملي غادي حنا نتحكموا في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر وغنتمكنوا منه وغنخلقوا هذا القطاع المتكامل، نضربوا عصفورين بحجر في نفس الوقت، نوليو عنصر فاعل في السوق الطاقية الدولية والطاقة النظيفة، يعني اللي الدول كلها خاصة توصل لها باش كما قالوا الأساتذة تحافظ على التنافسية ديالها، وفي نفس الوقت غادي نحققوا الاستقلالية فيما يخص الأسمدة وتصدير الأسمدة. إذا بالنسبة للمغرب هذه استراتيجية على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التجارة الخارجية غتقوي الدور المغربي على المستوى الجهوي وعلى المستوى الدولي. لكن مرة أخرى ترجع نقول أن هذا الهيدروجين الأخضر ماشي مجرد مادة للتصدير، لا، هي جات كمشروع مهيكل، مشروع مندمج يخص تصنيع، يخص طاقة، إنتاج طاقة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، ويخص تمركز المغرب على المستوى الدولي، هذا مهم على المستوى الجيوسياسي. المغرب بتحكمه في جزء من السوق الدولية اللي غيكون بين 1-4%، كاين هناك سيناريو يعني بيسيميست اوبتيميست، متفائل ومتشائم، متشائم 1% المتفائل اقلها 1% اكثرها 4%. وفي 2030 اما في 2050 غنرجعوا 1% لان عدد الدول المتدخلين غيكبر. وفي هذه الحاله هذه المغرب لا تحكم بهذه الطريقه في الهيدروجين في سوق الهيدروجين الاخضر وكان عنده دور، فان ما يمكنش على المستوى الدولي اي سلعه تنتج اي تحتاج الهيدروجين الاخضر، والمغرب ممكن يكون ممول من مصدر مصادر الطاقه لانتاج هذه الماده. الاستاذ نبيل جدلان في الواقع لم يبقى الكثير من الوقت، شكرا جزيلا لك، نحن خارج وقت البرنامج. استاذ نبيل جدلان استاذ الاقتصاد بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بطنجه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. من الدار البيضاء الاستاذ الدكتور عبد اللطيف كومات عميد كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء، شكرا لك. ونشكر ضيفنا من العاصمة المغربية الرباط الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي، شكرا لكم ضيوفي الكرام. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.